خليت معك 2000 بس ما اشتريت ميتشر خليته. يستمر الاسبوع اللي بعد يتجدد يجيك 5000. بس يا في نقطه ما نوهت عليها، في نقطه ما نوهت عليها الا وهي مبيعاتك انت، مو يقول شريت مثلا 3 وبقى معك 2000، الثلاثه هذه اللي كم جابوا لك؟ كم جابوا لك نقطه محسوبات مع ال 2000؟ 300 يصير 2300 اي شيء. الحين انا مثل جلستي اخذتها ب 5000 صفر صح؟ بالاسبوع اخذت عليها 3600. حلو 3600 يعني 4 ساعات ونص تقريبا. حسبي الله على بربيع كان يسمع. كل ما جينا هنا رتبنا جلسه قال غير اللوكيشن العصر يقول هنا ممر الشباب. ف النقاط هذول حسب لي عشان كذا فيما بعد 3000 سنين شريت منها، شريت بقل من نصه المتجر. وعموما اللي نصيحه يعني اي هاف ادفايس فور يو، يعني نصيحه لكم اللي بيشتري متجر يشتري مثل سفار شركه شركه عطور تستحق الظهور تستحق المشترى، بالذات روز هيل. روز هيل انا اضمنه بكود خصم مع الاكزود، وانت كمان وانت كمان اف 20 لا بس عيال عيال لا اف 20. انا بس دقيقه، انا ما وصلتني عطور ولا جاء كود خصم الا امس، تخيل يعني من كيف بسوي كيف لا العطور للحين ما جتني، فهمتوا؟ هو اصلا طموح انك تدخل انت مستثمر انك تبغى وشو صارت تميز، صح تبغى صارت تميز عشان تنافس على شكل انخفاض. لكن انا ما جاني العطور للحين، ما وصلتني. تواصلت مع الاعداد من اول يوم استلمت فيها المتجر، تواصلت مع الاعداد تكلمت معهم تكلمت معهم ما قالوا بيجيك الكود بكره، جاني الكود وبكره هو المنتجات، جاني الكود بكره بعده بيوم يومين ثلاثه انا الحين في انت صارت تميز وانا للحين العطور ما وصلتني. يا ركان احنا المؤثرين جدا يعني، حاولوا يضغطون علينا من الجانب هذا. انا جلست الاسبوع الاول ما دشنت يا رجال، الاسبوع الاول ما دشنت والسبب عدم تجاوب. صدقني الى الان ماني ما فهمت الآلية بشكل مضبوط. وش ما فهمت الحين في المتاجر؟ يعني عندك متجر ولا عندك على اي اساس تدخل في التميز؟ يعني على نقاطك اكثر اكثر نقاط حصلتها على 10 مبيعات. اذا عندك جلسه يعني جلستك كل ساعه تجلس فيها هذه 1000 نقطه لك. لا ما هو كل جلسه تجلس فيها، حال البث عليك، حال البث عليك. طيب مين مشكله بعد حال البث عليك ساعه كامله بث عليك جلسه دبل جلسه ما فايده. طيب لازم يكون البث عليك. ايه الحين رجع يقول انا ما خذيت يعني عشان ما اشترى وقاعد نقاط. لكني خذيت الاسبوع اللي قبله او اللي قبله، خذيت زهار الطيب ودخلت بنص مع محمد بن ملحب. ايه وبعدها اخذوها الشباب اللي هو علي ونواف. ايه لكن كيف الاليه الحين توني افهم من ركان، انا كنت فاهم غلط، الحين ركان فهم. انا على حد علمي ان الاسبوع اللي خذيت فيه متجر باقي لك الصافي منها مثلا 2000، الاسبوع الجاي يبقى معك 2000 على اذا الا اذا شروا منك الناس تصير زايد 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 لما 5-4 فهمت؟ ياب مزات صفر. الاسبوع الجاي ما خذيت متجر يبقى معك 2000، الاسبوع اللي بعد الجاي اتوقع يصير معك 5. ما اتوقع يجيك 5 لا يجيك 5 ما يجيك، لان في الورقه مكتوبه قد انه ثلاث. انا قد 3 اسابيع، المره الاولى خذيت سندي. لا خليه يمر اسبوعين ما خذيت متجر، اسبوع او اسبوعين ما خذيت متجر. طيب تبقى نقالك زي ما لا ترجع 5 ما ادري عاد. انا 3 اسابيع كلها خذيت متجر. طيب انا اشتري متجر او استثمر بمتجر خسر فلوس، انت الخسران المتجر بعد اسبوع، انت الخسران اللي ما تاجرت، ذولي بيتاجرون وانت تقعد تحت. إيه طيب تروح المتجر علي ويروح تروح عليه فلوس نقاط قصدك انت؟ اي انت صح، لكن انا اتكلم عن اللي ما يشترون متجر. انا نقاطي 850 بس دخلت صارت 600. يمكن جايك مبيعات، جاك مشتريات، جاك واسطه. لا لا جاء مبيعات مبيعات. لا مكتوب في الورقه وصلت انت 3000 في الورقه مكتوب على الباب طرب 800 مشاري بعد. لا 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 جاء مشتريات ولا بك واحد ساحبك. لا شريت الارض وشو ترى صرت شريك. اي والله ما صرت شريك مع عكس صادق الارض ما شفت مدشن مدشن دوالي ما دشنت انا حتى بعد ودخل صارت تميز. والله ما شاء الله طيب. دقيقة اذكر الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اقول لك علمنا من هو الابتدار عشان توسط لنا. لا لا صل على النبي. هو الوصلات هذا التوفيق من الله. هو عنده متجر وعنده ارض جلسه. ايه متجر مع الايام شريك وعنده جلسه فاكيد اللي بسولف يروح النواف. ايه فاكيد بيطلع دراهم وايد ما شاء الله. على طاري هو مشكل نقاط وايد ومخزن ويصلي وكذا وظاهر. انا اذكر واحد في جنتل
اسمع عبد الله رازق كان يطقطق معنا السماء قال انت شكلك انقاطك توصلك الى البرنامج توصلك البرنامج الثاني والله توني واقف كذا وفي نكته اليوم صارت اللي بعد من اخونا الناحي ذكرتني النكته ذيك انا اليوم اسولف معه قلت انا بديت كحارس او تطورت الى الدفاع او تطورت الى نص تطورت الى هجوم قال هو الله يستر تلعب مع الفريق الثاني لأن البندر بعد ذب على علي نقاط علي قال علي نقاط 8 الف يقدر يشتري سيارة حلوة صحية يقدر يشتري سيارة بس انا اشوفها ما لها دخل النقاط لا ما لها دخل ما لها دخل في الخريف ما لها دخل يعني تحضر بيت ما تحضر ما لها دخل يقول 100% في المستثمر في عبد الرحمن شريب عطانا المعلومة الأولى قال 80% متجر 20 شكل ال 20 اللي حاطينها لفه اسمع سلطان لا يجي اسمع يجي نهايه البرنامج دخل واحد ما عنده شيء قال يرجع دخل ب 20 اسمعني يجي نهايه البرنامج يحولون نقاطي فلوس لك نصها لك نصها علي علي لا عاد ترقد ولا عاد يقومك الصلاه الحين بس انا اشوف النقاط هذه وانك تشتغل على النقاط هذه انا اشوف انها حصانه انك ما تطلع لكن وجودك في البرنامج هذا لازم يكون له تأثير. أنا أشوف النقاط هذه ما يعني معك فيها. إيه ما لها دخل في العلم. أنا أيدك فيها. فيها. أنا صراحة أيدك سعد فيصل فيها. لا أتكلم شكرا. بهميلة هذه. ما أنا يعني أنا ما أثبت وجودي. أنا أوقف. أنا طالب. دقيقة ما تبي حالك يجيك نقاط ترى كلنا نجيب نقاط. أنا طالب معذار من سعد من فيصل. نعم. يقول اللي يخزن نقاط يخزن نقاط. هذا ما اثبت وجوده في البرنامج لا بالعكس ما اقول ما اثبت ما اقول ما اثبت شو يطربني قام يطربني طيب يا سلطان اسباب عدم دخول سعد فيصل صارت التميز ايه اسبابه يمكن يلعب بنقاط يعني مو بحافظ على النقاط اي يطلب جوال كريم ما يعطي من النقاط يوزع على اخوياه النقاط لا بعدين كريم السناوي قال تو الصراحه يمكننا عشان شلت الاول شلها من لنا ايه راح خلوا من خلوا كل ما اسمع العيال كلهم انكبتهم شيلاتهم الا انا ونواف قلنا الشيل الاسبوع اللي راح ودخلنا وياه اثنين سوء حلو لا اسمع وكلت الشعر معكم هذا دخل والشاعر معنا بعد هاي اسمع والشاعر معنا ما بنفسك انت انكب بن ملحم لا دخلت لا انت ولا وياه صدقني من قاضي سته اسمع